صباح النور نافع، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي صبر اف ام. لنور صديق، استاذ تعليم ابتدائي وباحث في اللغة والاداب والحضارة العربية، مشارك في مبادرة منار. مرحبا بك لنور، شكرا على الحضور. صفية الغابي ايضا. صفية غابي باحثة في العلوم السياسية، نمثل مشروع صناع رائع القيروان، أصيل مدينة القيروان. مرحبا لله ونورتونا في البلاتو. المناظرة اللي تتعدى على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية في تونسي كومبري إذاعة صبر اف ام، كل نهار تربعة 9 غير ربع متاع ليل، تبدأ بالجيل الجاي ثم ليميسيون مع بتبيع الحاضرين في البلاتو، وقاعدين نتبعوا فيها كل ربع أسبوعيا على راديو صبر اف ام ومع مختلف الإذاعات والتلفز الأخرين. نحكيه على الزعمة بالنسبة للمناظرة، ونحكيه على مشروع زادة صناع الرأي. كان نقدم المشروع معك لنور بالنسبة لمشروع صناع الرأي في مناظرة. والله هو نفع مشروع صناع الرأي في لمبادرة مناظرة، هو المشروع الجديد لمبادرة مناظرة أطلقته إسناء في تونس، مع أن تبدأ في تونس وإن شاء الله مش يكون في لبنان، ينطلق في شهر أفريل ماي في لبنان إن شاء الله. مشروع صناع الرأي هو مشروع يهدف التعليم، تعزيز ثقافة المناظرة، تعزيز ثقافة المناظرة وترسيخها لدى الشباب خاصة، وهو فرصة لخلق معناتها لصناعة النخب وخلق معناتها نخب شبابية جديدة تحكي في الشأن العام، تتحاور في الشأن العام بطريقة معناتها راقية وراقية جدا، الحجة بالحجة والرأي بالرأي، ويكون الاحترام هو السائد ديما. هذا هو مشروع صناع الرأي لمبادرة مناظرة، هذه الفكرة الكبيرة معاه. الناس اللي في صناع الرأي هما اللي أثوا حلقات زعمة وحلقات الجيل الجاي، كما قلت نافع، برنامج الجيل الجاي يجي على السوشيال ميديا، يجي على الفيسبوك الانستغرام وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، وبرنامج زعمة يجي في 4 قنوات تونسية تقريبا وعدد من المحطات الإذاعية كل نهار 4-9 متاع الليل. يعطيك الصحة لنور، هذه فكرة على مشروع صناع الرأي، وخاصة من خلال مشاركتكم والحلقة الأخيرة اللي تفرجنا فيها في معناها مناظرة، واللي خصت بالطبيعة الحديث على النساء في تونس، حقوق المرأة وزعمة تونس ضامنة لحقوق المرأة ولا لا. نحكيه على التجربة هذه مع مناظرة صفية، بالنسبة لك انت كيفاش كانت وكيف شفتها؟ هي تجربة ككل لازمك تعيشها، معناها كلها بالستريس اللي فيها، بالضغط فيها برشا، معناها تخلي الامباكت، تخلي البصمة متاحة. دونك فما تطور على المستوى المعرفي، المستوى الشخصي، دونك تعرف برشا حاجات، تتعلم برشا حاجات، تعرف عباد جدد، تعرف دي فورماتور جدد، تعرف دي زانفورماسيون جديدة. دونك الحقيقة تجربة بالنسبة لي أنا كانت معناها وتفسح لك المجال باش توصل رأيك في مختلف القضايا اللي تهم البلاد، بتهتم بشأن العام وتخلي لك الفضاء تكون معناها بكل حرية، ما يدخلوش في رأيك، جست فما تأثير فقط، معناها تعبر كما أنت تحب، كما الفيزيون بتاعك، على شرط أنها تبدأ الحجة بالحجة، الرأي بالرأي كما قال أنور. لنور زيد، في النقطة هذه مناظرة اللي هي بدأت من عام 2012 في تونس، المشروع مشي ويكبر، نحكي وزد على لبنان في الفترة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله هو كما تفضلت نافع، معناتها مبادرة مناظرة تأسست في تونس سنة 2012، ومن سنة 2012 وهي تخدم في عديد المشاريع، معناتها لتعزيز الهدف من المشاريع هذه كل هي تعزيز معناتها ثقافة المناظرة، تعزيز معناتها اهتمام الشباب خاصة بالشأن العام وبقضايا الشأن العام. يجي مشروع معناتها صناع الرأي اللي هو محور حديثنا اليوم باش يزيد يعزز الثقافة هذه. نحب نحكي لك عدنان كيفاش وقع، نحب نحكي لك نافع عفوا، كيفاش وقع معناتها الاختيار في مشروع السيليكشن، كيفاش صار بالضبط السيليكشن؟ هبط فورميلير، هبطته مبادرة مناظر على صفحاتها. الفورميلير هذا تعمره، ماهوش ما يكتفوش بالاسم واللقب، يطرحوا عليك جملة من القضايا اللي لازم تكتب فيهم انت معناتها تقريبا مقال صغير شوي باش يشوفوا معناتها هل انك قادر معناتها على معناتها تفكيك معناتها قضية من قضايا الشأن العام،
ومعناتها وتدافع على الراي نتاعك بالحجج وتحاول معناتها هذا تكتبه. بعد ما نعمروا الفورميلا اللي هو تقريبا عمره 180 واحد، ال 180 واحد وقع الاختيار على 60 واحد في القبول الاولي، بعد ال 60 هذم يتعدوا على لجنه التحكيم. لجنه التحكيم تتكون من جمله من المختصين، تو نرجعوا مع صفيه معناتها باش تحكي على لجنه التحكيم اكثر. بعد ما تعدين على لجنه التحكيم هذه اختاروا تقريبا 31 واحد قبول نهائي باش ياثوا معناتها الحلقات نتاع الجيل الجاي وزع اللي هما موجودين معنا زوز من الوحدة والثلاثين ممثلي جهة القيروان في مشروع صناع الرأي أنا وصفية الغار. بالضبط صفية، السيليكشن اللي صارت أكيد أشرفت عليها لجنة التحكيم كما كان يحكي لانوير، خلينا ناخذ عليها فكرة معك أنت. لجنة التحكيم كانت تتكون من سي محمد اليوسفي اللي هو رئيس تحرير موقع الكتيبة، بسام السويسي مدير مشروع صناع الرأي ومدرب في المناظرات، مدام شادية خدير صحفية ومعدة ومقدمة برامج تلفزية وإذاعية، وهجرة ليلي اللي هي دكتورة في علوم الإعلام والاتصال. دونك هذه هي كانت لجنة التحكيم. كانوا فما سؤال معناها من بين أسئلة يختاروا ورقة يطلع لك سؤال مفاجئ سؤال مفاجئ وبعديك كل عضو من اللجنة يتوجه لك بسؤال. في الأخر نلقى 31 في مشروع صنع على الرأي. خلنا نقعد معك صافي نحكي على الفيدباك شوية على تفاعلات الناس بعد مرورك في الحلقة الفارتة، كيفاش كانت؟ به زعمة ساعة هي والجيل الجاي فيها خاصة زعمة فيها دقيقة ونص باش تسأل، أنا خطر في فريق الدعم للفريق المعارضة دونك عندك دقيقة ونص باش تسأل وتجاوب فوالا. دوكو فما برشا ضغط لازمك هكا تبربش تسأل الماكسيموم باش تعرف الموقف نتاعهم على شنو بانين وشنو ما الحجج اللي لازم برشا تركيز برشا حضور برشا ضغط. بعديك تمشي تهز هذيك الكل للجيل الجاي لازمك تنحي سي بون وتبدا في الجيل الجاي اللي هو كونسيبت اخر هكا فرندلي وكل. دونك بالنسبه للفيدباك الجيل الجاي اسهل برشا اسهل مريح دونك بعد الحلقة العائلة الكل قالوا لي يعطيك الصحة، أساتذتي زادة كيف كيف في الليسي وفي الكلية، بالمناسبة نتوجه لهم بالتحية العائلة ولا سيدة كيف كيف صديقاتي ورفيقاتي في النساء الديمقراطيات لا تبديل كلهم قالوا لي كان الحضور وكانت حلقة مشرفة جدا، وأكدنا لنساء حقوق النساء في تونس ما هيش مضمونة. وعليت البارة على روحك ولا لا؟ أنا حسيت فيها مسؤولية وبدأت تكبر عندك صفية في القادم معناها. هي المسؤوليه بدات ديجا من زعمه انك دقيقه ونص معناها بالحق تحدي كبير خاطر اكسح فقره هذه كم فهمت دونك من غادي بدات المسؤوليه وقعدت توا خاصه من بعد المساج زيد اللي كان في الجيل الجاي دونك من غادي تحس فرحوا بك في الجيل الجاي اي فرحوا بك عملك عيد ميلادك اي نحب نشكر فريق مناظره الكل زيد كيف كيف واللي كانوا موجودين وموجودات غاديكا عملوا لي عيد ميلادي كان 8 مارس زاد هو عيد ميلادي ان شاء الله كل عام وانتي حيه بالف خير. احنا افيك ان بو دو روتار ميساج يقولك هابي بيرثدي صافي تفرحنا بها اسامه كيما الجيل الجاي بالضبط. صافي هكا فرحنا بك بعد 3 ايام شويه رتار ما تعذرنا شويه لغياب المعلومه ذيك. لانور كيفاش كانت الفيدباك بعد الايميسيون نتاع زعمه في الايميسيون اللي تفرجنا عليها يعني مؤخرا؟ والله هي الحلقه كما كانت تحكي صفية تعديت الاربعاء اللي فاتت نافع وكان معناتها الاطروحه زعمه تونس ضامنه لحقوق النساء. انا وصفية كنا في فريق المعارضه معناتها مش ندافعوا على فكره ان تونس ماهيش ضامنه لحقوق النساء،
وندعم راينا بحجج. انا وصفية كنا في فقرة المواجهة. خليني نفسر معناتها باش ممكن العباد تفهمني شوية شنو هي فقرة المواجهة. انه فما زوز معناتها مشاركين في فريق المساندة وزوز مشاركين في فريق المعارضة مش يطرحوا اسئلة على بعضهم، كل واحد يطرح سؤال على الاخر وما تعرفش انت شنو هو السؤال. بالضبط. في دقيقة ونص لازمك معناتها تجاوب تقريبا على 6 ولا 7 اسئلة في دقيقة ونص، وفيت فيه لازم الاجابة معناتها تكون حاضرة، لازم سرعة البديهة باش تلقى الاجابة معناتها. وساعات راي اسئلة انت تخمم في الموضوع من ناحية، كل ساعات صديقك يخمم في الموضوع من ناحية انت ما تجيش لبالك جملة ويبيغتك بالسؤال هذاك. هذاك علاش هي اسمها فقرة المواجهة، فيها برشا حماس، فيها برشا صعوبية، وفيها برشا معناتها حضور ذهني، لازم تكون حاضر ذهنيا باش تنجم تجاوب على الأسئلة. الحق أنا وصفية خاصة بعد ما ربحنا معناتها الحق حتى أصدقائنا الآخرين معناتها كان حضورهم باهي وباهي برشا، معناتها طرحنا أسئلة مهمة ومهمة برشا، فيها برشا خوف الحق وفيها برشا معناتها ضغط، معناتها ردود الفعل كانت باهية الحمد لله معناتها، لأنه هو التحدي وتعرف نافع أنه هو يتعدى في اللايف معناتها المباشر، وتعرف أنت صعوبة التحدي دوبل لازمك معناتها حتى غلطة ما زيرو فوت سينو الأمور تدخل بعضها. ردود الفعل من عائلتي من أصدقائي من زملائي في الخدمة من الحق كانت كلها إيجابية، وذاك اللي زاد فرحني أنا معناتها فهمتني، حتى من فريق مناظرة معناتها ردود الفعل كانت إيجابية وإيجابية جدا، وذاك اللي فرحنا أنا وصفية باش كما حكيت انت نافع البار يطلع والتحدي يزيد يكبر. بالضبط. اكثر مستقبلا باش نقدموا ديما مخير ان شاء الله. الانتظارات من مشروع صناع الراي صفية شنو انتظاراتك من هذا المشروع؟ انتظاراتي كما قلت لك بكري اللي هو اول حاجه يعطيك المساحه، يعطيك الفيزيبيليتي، يخليك تهتم اكثر بالشان العام، يعني تولي فما اكثر انجاجمون، عرفت تعرف برشا ناس تعيش التجربة. بالضبط. كيف كيف لانور كان عندك مضي في انتظاراتك فيما يخص مشروع صناع الرأي؟ والله هو نافع، هو معناتها ما تعرف كل واحد والغرام تاعو، هو الاهتمام بالشأن العام زيد راهو غرام معناتها، ديجا الواحد من الصغرى وهو يهتم بالشأن العام من البلاصه اللي هو فيها من الليسي من الكوليج من حتى للجامعه حتى الكذا ديما مهتم بالشأن العام. انتظاراتي من المشاركه في برنامج صناع الرأي كانت اني معناتها نشارك في النقاش في الرأي العام، اني نطرح الآراء اللي كنت انا معناتها نطرح فيها في القهوه في كذا، نطرح على جمهور اكبر واكثر. بالضبط. ونسمع اراء العباد، لاني انا عندي نوع من القناعه ان الاراء هذيك تنجم تكون معناتها بنسبه كبيره فيها جانب من الصواب معناتها. الحمد لله انه الشيء هذا قاعد يتحقق بشوي بشوي، الاراء نتاعي قاعد نطرح فيها على جمهور اكبر معناتها وكبير برشا، قاعد معناتها نشارك في برشا شباب معناتها، قاعد ناخذ في برشا افكار من برشا اصدقاء، 31 واحد نحن ومعنا مبادره مناظره معناتها ليكيب الكل ينكم فيها 50 ولا 45 اراء برشا، ولايات برشا معناتها، ناس جايه من مشارف فكريه معناتها مختلفه ومختلفه برشا، انك تعيش الاختلاف امر واقع، ما تبقاش مع ناس تشبه لك هاو، تبقى مع ناس مختلفه عليك وتلقى روحك تحترمهم ويحترموك، وفما مشترك اللي هو معناتها ثقافه الاحترام، وانكم تتناقشوا في الراي العام كل واحد من النظره نتاعو من المنطلق نتاعو لكن بكل احترام معناتها. مازلت عندي برشا انتظارات من مشروع صناع الراي على المستوى الشخصي معناتها، قاعد نمشي وقاعد نتطور مليح معناتها في التفاعل مع قضايا الشأن العام، على المستوى المهني زيد ان شاء الله معناتها المشاركه في المشروع هذا تخلق لي فرص اخرى في 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 برشا اماكن، اني نولي عندي المساحه باش نطرح الافكار نتاعي، وهي فرصه وفرصه مهمه برشا، مش بالسهل كما تعرف نافع انك تظهر في التلفزه وانك تطلع في التلفزه معناتها، بشوي بشوي مش يولي عندك بلاصه تعبر فيها على ارائك، وهذا المجال اللي يفتحه لنا مشروع صناع الرأي. وخاصه ال 31 شخص تو انتم نتصور اون كونتاكت دائم. بالضبط. ومع اختلاف الجهات اللي جايين منها، مع اختلاف الاراء، مع اختلاف التوجهات الفكريه، ال 31 اكيد مش تشكلوا عينه محترمة جدا من المجتمع الشبابي التونسي خليني نقول. بالضبط هذا هو نافع معناتها، الفكرة هي انه نقدموا صورة باهية للشباب، راهو فما كما فما اهداف مباشرة من المشروع هذا، فما اهداف غير مباشرة، راهو كي الشباب اللي راه روحه معناتها ما عنده حتى حل كان الحرقة، وما عنده حتى حل كان يغادر البلاد، وما عنده حتى حل، هاو فما شباب يناقش في قضايا الشأن العام، هاو فما شباب مهتم بقضايا الشأن العام، هاو فما شباب منخرط معناتها في الحياة العامة ويحاول يغير باللي يقدر عليه، ما حبي
يمكنناش نبقوا نحن واقفين معناتها خارج الواحد خارج المنظومه وجوس نحكي وكها. وحبينا مثال خلينا ندخلوا شوي خلينا نحكيوا شوي خلينا نوصلوا ارائنا لعل ارائنا تتسمع معناتها غيرنا من الشباب كي راه هكا ربما معناتها يقع له نوع من التحفيز انه يولي يخمم اوترومو يولي يخمم بطريقه اخرى انه مثال خلينا نشارك في الحياه العامه بالك التغيير يكون من الشباب معناتها صافي زاد يعني الشباب مناظره الدور نتاعو والتاثير الايجابي في المحيط نتاعو والشباب اللي كما كان يحكي عليهم لانور انه يكون عنده افكار سلبيه يعني ينتظر يعني وننتظر من شباب مناظره ياثر فيهم ايجابيا و يبدل لهم ويغير لهم الفكرة ذيك السلبية إلى الطريق الإيجابي. الحقيقة شباب مناظرة هو يجيب فكرة مش فكرة جديدة أما فكرة تختلف على النقاشات في الشأن العام كما اللي مستنسين نتفرجوا فيهم الكل. معناها ماهوش عاركة ماهوش أنت تقول في رأيك وأنا نحب نبين لي راهو فما حجج فما مواقف بطريقة راقية جدا بطريقة علمية دونك طريقة علمية كي نقولوا الحجة مبنية على السيل السيل معناها تطرح الأطروحة تعمل التحليل متاحة تعطي أمثلة وبعديك تعمل الرابط وتبين اللي أطروحتك راهي صحيحة دونك كي تبدأ أنت راهوك الشباب اللي أنت راك مهتم بالشأن العام ربما يخليهم زيدا هما يهتموا ويدخلوا زيدا في الشأن العام نوليو نحكيوا لهنا على لو بوليتيك اي لا بوليتيك بالضبط دون صدامي في اطار الرقي الكامل ما نعرفش كيف ما حاجه تحب تزيدها لانه نخليك المساحه رساله وملاحظه او حاجه هو قبل كل شيء شكرا ليك نافع انت انك معناتها فسحت المجال معناتها لي انا والصفاء اللي نحن ممثلي جهه القيروان معناتها في مشروع صناع الراي نتوجه الشباب جهتي الناس اللي مهتمة بشأن العام في جهتي والناس اللي مش مهتمة زيدة انهم ميسيلش نحاولوا معناتها نفكروا مع بعضنا في قضايا الشأن العام باللي يكون خايب الوضع راهو نجموا نفكروا ونجموا راهو يوما ما نلقاو حلول لخاطر هذيك الطريقة الوحيدة معناتها فحسب رأيي انا ما فما حتى طريقة اخرى اذا مش نبقاو خارج معناتها النقاشات العامة وخارج معناتها دائرة معناتها النقاش والواحد راهو معنا ما نغيروا امكانية التغيير الوحيدة هي عبر المشاركة في الحياة العامة عبر الانخراط في الحياة العامة عبر الاهتمام بالحياة العامة وإن نعطيه الرأي متاعنا الرسالة متاعي الثانية النافع معناتها نحب معناتها نتوجه بتحية لزملائي في مدرسة العويثة مدرسة العويثة اللي نخدم فيها كل في السبيخة ديجا تعديت معاك زميلتي جيهان النهارين التالي معناتها نتمنى أن زملائي الكل معناتها يخدموا في ظروف جيدة وفي صحة جيدة وتحية لكل العاملين في القطاع التربوي والإعلامي زيدا شكرا جزيلا وتحياتنا لكل الإطار التربوي في مدرسة العويثة بالسبيخة وأعمل خير تلقى الخير هذه الحملة هذه التظاهرة متاعنا خليني كليها وحيدة زيدا التظاهرة متاع أعمل إجاء معنا أعمل خير تلقى الخير قاعدة معناتها تتقدم وتتقدم ليه نتمنى أن الناس كل تشارك في التظاهرة التضامنية هذه باللي تقدر باش ننجحوها وباش نعاونوا معناتها عائلات معناتها في بدايه شهر رمضان قبل بدايه شهر رمضان ان شاء الله الحمله ذي تلقى الرواج نتاعها ان شاء الله اللي يسمعوا فينا بالتحديد في السبيخه ما يسوري الحال ما يبخلوش على التظاهره هذه ويعاونوها لماكسيموم ان شاء الله يا ربي تلقى كل الدعم صافي في الاخير رسالتك او الكلمه اللي تحب تتوجه بها انا رسالتي للشباب انه راهو تونس اليوم محتاجتنا رانا لازمنا الكلنا نقفوا التونس كمجتمع مدني خاصه مع الوضع الراهن كيف نحب نشكركم انتم فريق صبرا اف ام على الفرصه كيف فريق مناظره وكل من ساهم في نجاح مشروع صناع الراي العائله وشباب اليوث الكل يعطيكم الصحه نقطه واحده بالله نافع سامحني ندعو الناس كل باش يشاهدوا برنامج الزعمة وبرنامج الجيل الجاي اللي يتعدى برنامج الزعمة يتعدى على 4 قنوات تلفزية وجملة كبيرة من المحطات الإذاعية برنامج الجيل الجاي يتعدى على صفحات مبادرة مناظرة تبعوا البرنامج هذا فيه نقاش حلو وحلو برشا نقاش راقي الموضوع الجمعة هذه زيدا مش يكون مهم ومهم برشا نعطيك لمحة عليه هو مش يكون في علاقة بالتعليم معناتها النافع نتمنى أن الناس كل تتفرج الناس كل تهتم لأنه التعليم قضية مهمة ومهمة برشا في الآخر ما نجمو كان نشكرك أنت ونشكر القائمين على مبادرة مناظرة اللي يعطيه فرص كي من هكا للشباب شكرا جزيلا